ودلوقتي هنشيل بقى الجريل ده ونقيه ونستعد ليه برضو احد الوصفات الجميله جدا. عايزين نقدم الكبده دي، ممكن نقدم معاها مثلا رز لطيف. عرفوني بس احنا وقتنا قد ايه عشان ابقى عارفه. طيب هنبدا في وصفه، هنعمل رز بالخلطه. الرز ده من انواع الرز الحلوه جدا المحببه يعني. تعالوا كده نبدا ايه ننزل مقادير ونعمله مع بعض. طيب عندي الرز الخلطه، نزل المقادير. طبعا انا الاستخدام فيه هو رز مصري، لكن انا هستخدم فيه رز بسمتي ذهبي فمفيش مشكله خالص. ونبدا نقول الايه المقادير مع بعض. يلا بينا نزلوا لي المقادير. هننزل حوالي مثلا عندي الاول لا ده الممبار يا اولاد. انا عايزه الرز بالخلطه. عندنا كده حوالي 3 كوبايات من الرز. عندي بصله مفرومه وعندي كمان ثوم مفروم. عندي معلقه صغيره من الصلصه ولتر من المرق. وعندي 3 معالق كبار من السكر. وعندي معلقتين كبار من الزبده. وعندي معلقتين صغيرين من القرفه. ورشه قرنفل مطحون. وكمان حبهان مطحون ورشه جوزة الطيب. وفي بهارات ولوز او زبيب او بندق زي ما يتواجد عند حضراتكم من المكسرات. مفيش اي مشكله خالص. طيب احنا بقى هناخد كده الايه، اول حاجه هاخد البصل وهاخد الزبده وهاخد الرز السكر اسف. وهروح هنا عايزه اسخن الاول الحله هنا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز ده كمان من انواع الرز الحلوه اللي بتتعمل في المناسبات، بتبقى جميله جدا ومحبب لناس كتير قوي. طيب هنسخن بقى هنا كويس. بسم الله. اوكي تمام. وهاخد زيت عادي نباتي. انا هحط معلقه زيت بس مع الزبده. في الاول قبل ما نحط الزيت عايزه احرق السكر، فالسكر ده بكرمله الاول وبعدين بضيف الزبده عشان ايه يدوب كويس. بس لازم اسخن الايه الحله كويس، تسخن بس شويه حلوين علشان لما احطه ما يقعدش يتكتل ويعمل بلورات كده من السكر. فلازم تبقى الطاسه او الحله اللي هعمل فيها يكون فيها السكر يدوب على طول كده. كده نعمل كده، نبقى دي هنا كده شويه ونخلي دي هنا تمام. ونبدا بقى نضيف السكر. عندي كده 3 معالق سكر او معلقتين، ممكن اضيف من هنا واحده كمان، يبقوا 3 معالق او معلقتين كبار زي ما انتوا عايزين. وهبدا بقى اشوفهم يتكرملوا. بسم الله الرحمن الرحيم. لما يبقى كراميل يذاب تماما هبدا اضيف الاول الزيت وبعدين اشوح معاه البصل فياخدوا من طعم بعض. البصله دي لما بتتبل كويس بتبقى جوه طعم الاكل قوي. كمان مع الثوم هاخد الثوم كمان جنبي. وعندي الصلصه، دول مهمين. انا النهارده هدلعه بما اننا عاملينه في العيد فهعمله برز بسمتي، لكن حضراتكم تقدروا تعملوه برز مصري عادي جدا مفيش حاجه. هو اصلا بيتعمل بالرز المصري. معانا احمد على التليفون. اهلا وسهلا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. الحمد لله يا فندم، ربنا يبارك فيك. اهلا بحضرتك احمد. يا اهلا بحضرتك، مع حضرتك احمد الدبيكي. اهلا يا استاذ احمد، ازاي حضرتك؟ حضرتك من اصدقاء الصفحه والبرنامج. يا اهلا طبعا، والله ده اصدقاء واخوات كمان والله يعني. يا رب يبارك فيك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. اخبار حضرتك يا فندم؟ الحمد لله بخير. كل سنه وحضرتك طيب يا رب، والاولاد والاسره كلها بخير يا رب. الله يخليك بخير، ربنا يبارك في عمرك يا رب. والله انا يعني انا ببقى مبسوط جدا لما بشوف حضرتك او بسمع صوت حضرتك، ويعني بتبشر يعني بيكوا كده يعني. الله يخليك يا فندم، ربنا يبارك فيك. والله ده كلام جميل والله، شكرا لحضرتك جدا. ربنا يبارك فيك. قول لنا لو ليك اي طلب يا استاذ احمد. يعني اولا انا متصل طبعا علشان طبعا اسلم على حضرتك الاول طبعا. تسلم. بس ادعي لنا بقى دعوات، يعني عندي ابني في الثانويه العامه وبنت اخويا، ادعوا لنا بس ان ربنا ينجحهم ان شاء الله. ان شاء الله من الاوائل باذن الله بفضل الله والايام المفترجه ليهم ولكل اللي بيتعبوا دلوقتي وبيمتحنوا حبايبي ان شاء الله. ربنا يفرح قلوبكم بيهم يا استاذ احمد. بصراحه يعني يا رب والله.
ربنا يفرحكم بيهم يا رب. تسلم لي يا استاذ احمد، شكرا لحضرتك وشكرا لاتصالك وميرسي على الكلام الغالي ده بجد والله. ربنا يجعل دعواتنا سبب ليكم بالنجاح والتوفيق يا رب. انا بصوا بقى، بدا السكر الاول يسيح ازاي. طبعا لو كانت الحله سخنه قوي قوي كانت على طول هيسيح في ثانيه، بس لازم انا اسيحه كويس كده، ودي اول مرحله. طبعا هو من انواع الرز الجميله جدا، بتعمل في المناسبات كتير قوي، يعني من انواع الرز اللي دايما ايه بنلاقيه دايما في اي مناسبه خاصه بقى، مش بنقول ايه مناسبه معينه بعينها، ولكن اكتر اغلب المناسبات لما بنيجي نعمل نوعيه رز بيبقى دايما يا برياني يا اما الرز اللي بالخلطه او بالكراميل بنحرق له السكر، ده بيبقى جميل قوي لمحبيه الحقيقه. هبدا بقى ادوب كده شويه الحلوين دول هنا يدوبوا كويس، وبعدين خلي بقى الملح هنا جنبي والبصل. لو عندنا بقى باقي مرق موجود او ممكن بميه سخنه، خليني برضو اسخن ميه، انا عندي مرق، بس طبعا لو في مرق عند حضراتكم هيبقى طعم احلى، لانه لازم حاجه توازن الحلاوه. يعني انا ساعات بكسر بايه، اقول لو اللون خفيف انا ليه بعمل ده، بتدي لون حلو وبتدي طعم. طب انا اوازن السكر، نسبه السكر اللي حطيتها في الرز دي بايه، بحاجه لازم حادقه، يعني اما نسبه الملح او المرق او يعني مكعبات المرق، او ان انا احط مثلا معلقه صويا صوص معاه مثلا. يعني بصوا بقى بدات خلاص اهي تسيح كويس. هاخد كده البصل يبدا ياخد من الكراميل ده، بصوا، وهبدا اضيف الزبده كده، كل الريحه تقليبه بقى حلوه كده. لا، وهناخد رشه برضو ملح على شويه البصل الحلوين دول، ورشه من الفلفل، وهناخد كمان الثوم. ومعانا اسراء، اهلا وسهلا، ازيك يا اسراء؟ أهلاً. الحمد لله يا رب دايما بخير حبيبتي، اتفضلي. عايزه اشكرك على الوصفات الجميله اللي حضرتك بتعمليها. حبيبه قلبي تسلمي يا اسراء، كلك ذوق والله حبيبتي. لو ليكي اي طلب قولي يا اسراء. عايزه طريقه عمل البسبوسه. البسبوسه حاضر يا حبيبه قلبي، من عيوني الاثنين، عينيا الاثنين. شكرا ليكي يا اسراء، وميرسي يعني مداخلتك الجميله دي حبيبتي ومتابعتك كمان. بصوا بشوح هو كده حبه حلوين. حاضر، بدا بصوا بقى اللي هنا كان ماسك هيدوب، ولسه لما نحط المرق كمان الدنيا هتظبط. الريحه روعه، بحب احط في المرحله دي بقى شويه قرفه، وبشوح شويه زبيب، وبخلي شويه تانيين للجرنش. انا بصراحه مش بحب الزبيب قوي، يبقى اللي بحطه في ميه كتير لما يتنفخ قوي، هو ده دايما شغل المطاعم انه لازم يحط الزبيب في ميه مغليه لما ينفش ويبقى كبير قوي كده، وبعدين يبدا يحمره في زبده هو والايه والمكسرات. انا الحقيقه مش بحب اشوح الزبيب مع الوصفه نفسها، وبيكتفي بنسبه المرق اللي بيبقى فيها، فبيتنفخ بشكل كويس يبقى مقبول يعني. فتعالوا بقى ايه ناخد كده شويه القرفه دول نحط هنا كده عشان يتحمصوا فيدوا ريحه قويه بقى للوصفه الحلوه دي، انه اساسه القرفه. ومعانا شهد، يا شهد، مع معلقه الصلصه. اهلا وسهلا بيكي يا شهد. الو. ايوه يا شهد انا سامعاكي حبيبتي. الحمد لله، يروح قلبي. ازيك انت؟ انا عاوز اعرف طريقه الكيكه الاسفنجيه. من عيوني. طريقه الكيكه الاسفنجيه هنزلها لك حالا يا شهد. حاضر، من عينيا. عينيا ليكي يا شهد. انا بحب حضرتك جدا يا حبيبتي، ربنا يسعد قلبك يا شهد. ميرسي ميرسي يا جميله والله، شكرا ليكي. نقلب بقى تقليبه حلوه كده، حطيت معلقه الصلصه، وبعدين انا معلش حطيت القرفه في الاول عشان هي من الحاجات القويه، وبعدين هحط الزبيب
شويه كده، وهاخد الرز الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل كده. انا هقلب تقليبه، انا ممكن اقلب التقليبه دي واستسمح حضراتكم في استراحه صغيره ونرجع بعد الاستراحه، مش هعمل اي حاجه لما ترجعوا لي بالسلامه ونستكمل وصفتنا. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. هنبدا دلوقتي، انا اخدته تحميصه حلوه كده بعد ما ضفنا الزبيب والقرفه والحاجات. بصوا بقى لونه بقى حلو ازاي. صلصه حطيتها برده معلقه صغيره. الروايح بقت رائعة، يا دوب بس رشة كده بس بسيطة من الحبهان. 7 بهارات، يعني ايه التوابل الحلوة بتاعته، وحطيت رشة من القرنفل البسيطة، ودي على حسب الرغبة، مش عايزين ما تحطوهاش، بس طبعا بتدي لمسة جميلة جدا. وهبدأ بقى دلوقتي خلاص هنسقي، بسم الله، بالمرق. ومعانا شهد الكيك الاسفنجيه، هتنزل لك حبيبتي على الشاشه، نزلت اهي فيها، او صوريها يا حبيبه قلبي علشان تعمليها. وهي عموما من الحاجات السهله، هي 2 دقيق، 1.5 كوباية سكر، معلقتين من بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج صودا اللي هي بيكربونات الصودا، نص معلقه ملح، وفي 1.25 كوباية من الحليب، 1.25 كوباية من الزبده، معلقه صغيره من الفانيليا، و3 بيضات. انا بفصل الصفار عن البياض، وبضرب البياض الاول، واخر حاجه بضيفها عليه عشان تدي فوليوم بعد ما بحط الخليط كله مع بعضه. طبعا في حاجه اسمها جل كده، الجل ده بيتحط مع السبونج كيك او مع مكونات الكيك الاسفنجيه، دايما بيتحط كل حاجه فوق بعض، وبيبقى المحسن ده هو، او الجل المحسن ده بيبقى هو اللي بيخلي الخليط مظبوط جدا. فده بيتباع في مستلزمات الحلواني، تقدري تجيبيه علبه صغيره كده ولطيف، تاخدي معلقه صغيره بس على المعيار. هزود بس شويه من الميه السخنه، بسم الله اهو. ومعانا كمان اسراء، هنزل لك البسبوسه، الهواء نزلت معانا على الشاشه. عندي 1.25 كوباية من دقيق البسبوسه، 0.5 كوباية من السمن، معلقه من عسل النحل او الشربات الثقيل، 0.5 كوباية سكر، 0.5 كوباية من الزبادي، جوز هند ناعم، معلقه كبيره، ومعلقه بيكنج باودر. طبعا الشربات لازم يكون شربات سخن، بسبوسه سخنه وشربات سخن، ما بتتقلبش كتير يا اسراء. يا دوب بنلم المقادير مع بعض، والمكونات السائله بتتخلط مع بعض، المكونات الجافه فوق بعض، وبعدين بتضيفيها وتقلبي، يا دوب تلميها، الصينيه بتتمسح بمسحه سمنه، وبعدين تحط وتتخبط كده وتدخل الفرن حراره 200، وبعدين بتتهدى شويه، لما تبقى محروف من الجوانب تحمر، تاخدي الوش تحت الشوايه، بتطلع يكون السيرب بتاعها اتعمل على النار، على طول تروحي ساقياها بيه وتغطيها شويه. بصوا بدا الميه تغلي، كل 1 كوباية من الرز البسمتي الجاف عليها 1.5 كوباية من الميه او المرق الساخن جدا. اول ما يبدا بقى يعمل كده بهدي النار واسيبه يتشرب كويس. لو انا عاملاه برز مصري يبقى 1 كوباية ميه سخنه مغليه، او 1 كوباية مرق مغلي، على حسب حضراتكم هتستخدموا اي نوع من الرز.